اهلا بحضراتكم مره تانية لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونرحب في بدايه هذا اللقاء بالناقد الرياضي المتميز ورئيس القسم الرياضي في صحيفه الاهرام الاستاذ محمود صبري. مساء الخير يا استاذ محمود، سعداء بوجودك. الله يخليك. هنتكلم عن امور كتير جدا على مستوى الدوري بشكل عام، على مستوى اداء الاهلي في البطولتين، بطوله الدوري وبطوله افريقيا، لكن خلينا في الاول نتكلم عن جانب استثماري واقتصادي بيحرص على تحقيقه مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة كابتن محمود الخطيب. تعظيم موارد النادي الأهلي والاتفاق على يعني توفير مساحة أو مجمع للبنوك في فرع الشيخ زايد بمساحة تزيد عن 600 متر، والاتفاق مع ثلاثة بعد مزايدة، واشتملت على كل الإجراءات لاختيار أفضل العروض، وتم الاتفاق والتوقيع يعني مع البنوك اللي بنبدأها ببنك مصر والبنك الأهلي، والخبر هنا كان تفاصيل فيه أكتر عن توقيع العقد مع بنك مصر، ولكن المزايدة وصلت إلى أنه الأمر أصبح دلوقتي اللي هيمثل القطاع المصرفي في مصر بشكل عام داخل النادي الأهلي وهيقدم خدمته للأعضاء البنك الأهلي المصري، بنك مصر وبنك القاهرة. حضرتك شايف الخطوة دي ازاي؟ خطوة مهمة جدا في ظل الظروف دي اللي احنا شايفينها، اضافة لعقد الرعاية بتاع النادي الاهلي، تعظيم الموارد زي ما انت قلت حضرتك. في ناس اشتغلت على الملف ده كويس، وعايز اقول انا يعني كنت تابعت جزء منهم بس ما تابعتش بقى التفاصيل. في جهد اتبذل من استاذ خالد درندالي واستاذ طارق قنديل، الاثنين على السواء بذلوا جهد كبير يمكن ما حدش يعرف او هم ما ظهروش في الكادر. في جهد اتعمل، في ورق وفي ملف وفي دراسه وفي على مدار سنه كامله الكلام ده بيتعمل. اعتقد ان في عائد كبير للاهلي من وراء الاتفاق ده اللي هو مجمع البنوك. طبعا لسه كمان ثلاث كيانات ضخمه جدا، لسه كمان مدينه نصر هيبقى اكيد هيبقى لها في حاجه هتتعمل، لسه الفرع التجمع هيبقى برضه فيه، ده شيء كويس جدا. كمان الاداره الماليه في النادي الاهلي استاذ عماد حلمي، يعني عاوز اقول كان في فريق عمل جهز المجموعه دي واتعرض على كابتن محمود الخطيب. كابتن مثلا يعني عاوز اقول اعجب بالفكره واعجب بالنقله النوعيه اللي قدموها والدراسه الشامله وحاجات كتير اتعملت، يعني تفصيلها هتبقى تفاصيل كتيره مش هتهم الناس، لكن في حاجه في ملف اتعمل كويس جدا في الجزئيه دي. يعني انا على المستوى الشخصي بحييهم ان هم نجحوا ان يعملوا حاجه زي كده ومردودها ماديا على النادي الاهلي، فاتمنى ان شاء الله مزيد من النجاح في الخطوه دي، لانه الاعتماد على النادي اعتماد على موارده وتنميتها، ده بيدي دفعه مسانده بصوره كبيره جدا لفرقه الرياضيه ولمجلس ادارته. عظيم. يعني حضرتك بتقول انه الشكل اللي اتعملت بيه الدراسه وكل القائمين عليها اشتغلوا باسلوب احترافي علشان نعظم العائد منه. لا طبعا. وتاثيرها على تعظيم موارد النادي ده. طيب تفاصيل اكتر طبعا هنتابعها مع حضراتكم في الفتره الجايه عن كل الاتفاقيات اللي بتتم بين النادي الاهلي والشركات اللي بيتم توقيع البروتوكولات او العقود الخاصه بها مع كيانات مختلفه في مجالات وقطاعات مختلفه من مصر لتقديم خدمتها لاعضاء الجمعيه العموميه لافضل خدمه ممكنه ان تقدم لعضو النادي الاهلي، وده حريص عليه ومن اولويات عمل منذ اليوم الاول لتولي المجلس الحالي بقياده كابتن محمود الخطيب. وهنا انعكس الامر على المهمات او التعاملات الماليه وتسهيل مهمه اعضاء النادي بتوفير كل احتياجاتهم، منها ما يتمثل في احتياجهم لقطاعات او لافرع للمصارف مهمه زي البنك الاهلي وبنك مصر وبنك القاهره. وتم توقيع زي ما قلنا في تفاصيل هذا الخبر لحضراتكم هذا العقد مع المسؤولين في بنك مصر. وهما من جانبهم كمان استاذ محمود سعداء المسؤولين في البنوك بيتكلموا عن سعادتهم بالتعاون والشراكه مع النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي يعني مش عاوز اقول يعني مش هدخل في جماهيره، ده انت رايح في جزء اللي هو اعضائه، فشوف عدد اعضاء النادي الاهلي وصل يعني لغايه كام، يعني شوف كام اسره، يعني الاف كام الف اسره في فرع رابع كمان جاي لك، وفي افرع في اماكن تانية تتعمل زي ما احنا شفنا في اسكندريه وهيبقى في الصعيد. ده في نقله، الاهلي لم يعد مجرد يعني نادي مقفول نادي صغير، لا كيان كبير جدا يؤسس ليه، وارتباطه بجمهوره وارتباطه بمحبينه واعضائه ده شغل، فلازم القيمه والبطولات التاريخيه والجماهيريه والشعبيه بتبقى رقم واحد في مساله البيع الحقوق والشراء، يعني بتبقى لما تيجي تطرحها في السوق بيبقى عندك مردود ورد الفعل. اي شركه او اي كيان اقتصادي لازم يتعامل مع كيان هينجحه هيعلي اسمه فوق، ده بيعمل يعني بيعمل لك شكل، بيعمل لك بيشوف اكيد الناس دي ما عملتش الخطوه دي لما كانتش عارف انها تكسب، يعني لازم هيكسب قد اللي هيقدمه للاهلي مره واثنين، هو عارف درس ما خدش، يعني ما جاش النادي الاهلي عرض عليه فقال له خلاص انت النادي الاهلي فانا موافق لك، لا ما فيش الكلام كمان ده. كمان توزيع المهام والاختصاصات على
الاكثر احترافيه في كل مهمه منها امر لافت للنظر في لا ما هي الأستاذ. هي مجموعه حضرتك اشرت هنا الاستاذ درندلي والاستاذ طارق قنديل وقلت حتى ما حدش اعلن اسمه للنادي الاهلي بيشتغل محدش في ولا يظهر كل فرد من مجلس الاداره بمفرده ما بيقول ما قدمش اسمه للنور لان هم بيشتغلوا ككتيبه عمل واحده للصالح العام وباسم مجلس الاداره وباسم اعضاء النادي لكن هنا توزيع المهام الملف ده مع المهندس خالد مرتجي لان هو الاكفأ في هذا الامر الملف ده مع الاستاذ طارق قنديل والاستاذ درندلي ان هم الاكفأ في الجانب ده يعني فكره التناغم بين اعضاء وخبرات وكفاءات اعضاء المجلس وتوزيعها بشكل سليم ده امر مهم جدا في ادارات الانديه. بص حضرتك في جزئيه يعني ايه عاوز اقول لك يمكن مجالس اداره الاهلي على مدار تاريخها مش النهارده. بيبقى يعني الكل من اجل الواحد. يعني الكل من اجل الكيان نفسه، النادي نفسه. يعني لو لاحظت لو اي حد ساعة ان هو يبقى النجم سيسقط ويقفل نجمه في لحظات يعني هياخد وقت هياخد اتنين هياخد تلاتة لانه النجم هو اسم الاهلي يعني النجم في فريق الكورة هو اسم الاهلي وكم من عتاة اللعبة لعبوا في الاهلي ما كانوش يعني ايه نجوم لكن النجم اللي راكب فوق الناس دي هو الاهلي هو ده هذا هو منطق الاهلي وده سر نجاحه انه مصلحة الفريق سواء في الكورة او في اي لعبة هو رقم واحد مصلحة الفريق في مجلس الإدارة إن هو يبقى رقم واحد اللي هو النادي الأهلي نجاح الأهلي فلما أتكلم على الجزئية دي بنتكلم على إنه في ناس اشتغلت وفي ناس تانية اشتغلت وبذلت جهد وعملت شغل كتير جدا لازم تحترم ولازم يشار ليها بأمانة شديدة اتعمل ملف ناجح خطوة كويسة جدا في ناس تانية في المجلس مكلفة بمهام تانية بتأدي بيها في ناس وممكن أنت ما إحنا ما نعرفهاش لكن إيه في المهم ما يقدم من ورق النتيجة هو في النتيجة فين هو نجاح مين مجلس إدارة الأهلي في الحاجات اللي هو دي هي الخطوة على مدار مجلس إدارة الأهلي نجحت بصورة أو بأخرى في تعظيم موارده ولسه أعتقد أن الأمور هتبقى يعني أفضل في الأيام الجاية في شغل بيتعمل ممكن ناس ما تحسش بيه تشعر بيه بعدين في طبعا زي ما احنا شايفين لسه حضرتك بتتكلم عن القطاع الاقتصادي المالي والاستثماري وعلى لا ده قطاع وفي قطاعات تانية شغاله في تطوير في النشاط الرياضي في تطوير في الملف الطبي في ملف التامين في مثلا مساله في كل مساله مثلا بناء الملعب وملعب التتش وتطوير يعني اعتقد في يعني في شغل بيتم في ملف فرع التجمع اكيد يعني ستحمل ان شاء الله يعني 2020 ربما تحمل يعني بشائر خير ثمار الجهد وجماهير ان شاء الله. طيب هننتقل لكره القدم ونبدا بمباراه الاهلي وبلاتينيوم والفوز المهم في دوري الابطال الافريقي بالامس حضرتك شايف المباراه ازاي؟ احنا اتكلمنا مع بعض في حاجات انت تفتكرها واعتقد الساده المشاهدين فاكرين وقلنا كم نقطه حذرنا وشرحناها ونفس اللي قلناه يعني سواء في ماتش الاتحاد لو نفتكر واداء الاتحاد في الشوط الاولاني واداء الفريق الاهلي كان شكله ازاي ورغم كده هنا تبقى عوامل ايه؟ عوامل الخبره بقى والبطوله والهدف والتوفيق بتبقى مهمه جدا. امبارح النادي الاهلي لعب مباراه تجاريه من وجهه نظري تجاريه هو الثلاث نقاط رغم ان انا كنت اتمنى ان يكون في رغبه اكتر لزياده الغله من الاهداف كل الناس قبل المباراه سواء تابعنا على يعني جمهور الاهلي على السوشيال ميديا او كده كله رايح المباراه الاهلي هيفوز 5 ده هيفوز 3 هيفوز 4 الحاجات دي يعني غريبه جدا يعني ما اعرفش على اي منطق بيتم استناد لكن يمكن شافوا ان الفرقه دي خسرت من النجم الساحلي في ملعبها 3-0 خلي بالك ومباراه العوده في زيمبابوي لا بديل عن الفوز تعقدت امور المجموعه بعد مفاجاه حماده صدقي للنجم الساحلي في ملعبه 1-0 قلب المجموعه راسا على عقب اصبح هناك صراع ثلاثي على بطاقتين مباراه العوده ما بين النجم والهلال ومباراه الاهلي وبلاتيو اذا فاز الهلال على النجم اصبحت مباراه النجم مع الاهلي مباراه فاصله على فكره تبقى مباراه فاصله هنا في القاهره اذا فاز الهلال على النجم الساحلي هتبقى مباراه الاهلي والنجم مباراه البقاء والخروج يعني يا البقاء يا الخروج يعني مباراه لا تقل واحد من الفريقين خاصه انه يعني ان شاء الله باذن الله تعالى انه النادي الاهلي لابد ان يحسم تحت اي ظرف من الظروف مباراته مع بلاتينيوم في ملعب بلاتينيوم
ان احنا تعودنا ان فريقنا تعود يشتغل على ما بينتظرش نتائج الفرق الثانيه اللي لازم احسم لا في حاجه قدام لاعبينا في حاجه وراجعنا نتائج الاهلي في اخر بطولتين اللي خسرهم في 2017 و2018 نهائي الدوري هتلاقي في مشكله في المباريات اللي الخارج يعني الفوز بيها بقى معدود مع انه كانت قبل كده دايما انت بتفوز خارج وتعمل عرض بره ربما يكون افضل من عرضك داخل ملعبك. امبارح في سوء حظ في اصابه اجي في الدقيقه 17 ومن قبله السقوط يعني المفاجئ لسعد سمير واصابته وربنا يعني يشفيه وربنا هو طبعا هيغيب لفتره يعني لانه لفترة يعني في تاكيد على احتياجه لجراحه ده اختبار من ربنا والانسان عليه انه يتقبل يعني هذا الابتلاء والابتلاء ده بيبقى نعمه ما تعرفش انت في انت ايه المستخبي لك يعني ما تعرفش ايه الحكايه لكن اصابه مفاجاه بعصره الاوراق ودي المشكله اللي احنا قلنا عليها على مشكله خط الدفاع لو اتكلمنا فيها انا وحضرتك اتكلمنا مع فيها بعض كتير الاسبوع اللي فات وقلنا في الاسبوع اللي فات من الاولى تدعيم خط الدفاع ولا تدعيم خط الهجوم وحضرتك قلت كنت بتطالب بتدعيم خط الدفاع اذا لم يكن لديك دفاع قوي لن يستطيع ان يكون لديك هجوم ليه الدفاع هو عدم تقبلك لاي اهداف طب تقبلت هدف واثنين في مباراه مثلا ما عرفتش تعوضه جالك سوء حظ خلاص الفرقه الثانيه كانت فايقه لكن انت دفاعك رقم واحد راجع بطولات الاهلي في افريقيا شوف دفاعه كان فين شوف الاداء الدفاعي كان شكله ازاي شوف الصلابه والقوه واللعب تحت ضغط والتحرك وحاجات كتير جدا النهارده لا في مشكله ماتش بلاتينيوم امبارح هدف في الدقيقه 8 ثم ترك لاعب الاهلي حتى اصابه جاي الملعب لفريق بلاتينيوم يعمل اللي هو عايزه هو لا عندك ضغط ولا يعني ايه عاوز اقول لك ايه حاجه غريبه حصلت للفرقه كده بعد الدقيقه 17 فركشه غريبه جدا ما فيش تركيز يعني هدف وكانه المباراه لا تعني وكان ممكن الفرقه الثانيه يعني تتعادل معاك في لقطه في اكتر من لقطه خرج فيها الشناوي ها وتصدى فيها اكتر من هجمه خطيره اكتر من هجمه ده هتلاحظه في الشوط الثاني برضو عدم تركيز وبرضو ما في فرص قليله جدا حتى يعني ربنا سامحه وليد ازارو مصر على انه طيب سبب من اثنين انا عايز اعرف حضرتك شايف سبب الحاله دي اللي خلقت فرص في الملعب لبلاتينيوم حسب كلام حضرتك هدد بيها مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول هل سببها نوع من الثقه او الاسترخاء عند اللاعبين بعد ما احرزوا الهدف الاول نجوم الاهلي ولا خلل لسه في اداء الدفاع؟ لا ثقة في بداية المباراة. نازلين كانوا بيتفسحوا. يعني ثقة في ان الاهلي قادر على الفوز. انا هكسب فرقة خسرانة هنكسبها يلا كورتين وخلص نفسك، ما عادش الكلام ده في الكورة. ما ينفعش كده انت في افريقيا، انت مش في الدوري يعني مش عاوز اقول انه الدوري ضعيف، لا. يعني الدوري هتقدر تعوض، في افريقيا مش هتنفع تعوض. يعني المجموعة يعني انت عارف المفروض عارف انه الهلال كسب. منتظر ايه من بلاتينيوم؟ غير انك تفوز عليه 4-5. وده كان بامكانك تعمل كده في حاله من التراخي غير مبرره في الماتش انا يعني دي كمتابعتي مع كامل احترامي لاي حد يعني بعد كده المباراه اصبحت كل صراع عاوزين يجيب هدف تاني كل صراع مهمه الاهلي انه يجيب هدف تاني حتى جاء الهدف من ضربه جزاء صحيح لاحمد الشيخ لكن واضاعه وليد ازارو لاكثر من فرصه وتصرف وعدم مسؤوليه وعدم تقدير واحساس للموقف اللي هو فيه انه مصر على نفس الطريقه يعني كوره لو اصر ان هو عاوز يضيعها مش هيعرف يضيعها اصل انت الشبكه فاضيه مفيش حد الجول الناحيه الثانيه والكوره من عبارك يعني زي ما بيقول الميزان ممكن يكون راجل يعني ميزانه اختل مش لكن المفروض انت متمرس بتقول الفرص دي المفروض يعني انت انها بتترجم يعني لاهداف هو ايه الفرق بينك وبين ثواني يا سبحان هو ايه الفرق بينك وبين عندي مهاجم محلي يعني المهاجم مصري ها هيكون طب هستقبلها منه انا المحترف في صفوفي عايز يصنع هو ايه المحترف انه بيديني حاجه مش موجوده عند اللي موجود موجود عند اللاعب بتاعي بيديني فرق بيديني الثقه بيديني فرصه ويتبدله فرصه بيجيب هدف من ربع فرصه هو ده ايه اللاعب المميز انا مش جاي لسه هجربك يعني عاوز اقول لك ايه انتهى وقت التجريب يكفي الاهلي دفع الثمن في بطولتين ولازم برضه بقول مصر على انه فايلر محتاج يعني
محتاج يتفرج على الماتشات ويشوف ليه ايه. يقول لهم والله فرجوه، يقول لهم يا جماعه اتفرجوا ليه الاهلي خسر نهائيا. طيب هل حضرتك شايف انه الجهاز الفني بقياده فايلر سيقف وقفه مع اللاعبين على بعض الامور الفنيه اللي محتاجه تعديل سريع جدا، او ان ده ضروري في المرحله دي؟ طبعا هو راجل ذكي، مش سهل يعني. هو طبعا المساله داخله في مساله تباصل المباريات، وانه على طول كل 3 ايام مباراه. خلاص بقى يا جماعه، ما احنا خلاص تعودنا على الجو ده يعني ايه. لكن الغريب في حاجه يا استاذ محمد، هي توالي الاصابات. انت خلصت كل شويه ها. ده محتاج اجابه شافيه كافيه، من المسؤول عن تكرار الاصابات خاصه في العضله الخلفيه؟ هل زي ما بيتقال يعني، عاوز اعرف في معلومه بتقول انه ما فيش مخطط احمال؟ لا فيه. هل ممكن هو ده في تايتل من المجموعه اللي مع ريني فايلر، مخطط احمال ماشي، الجوب ديسكريبشن بتاعه كده. ما انا بكلمك اهو، هل على الكفاءه وعلى الصوره على الدرجه؟ بس ده ما بيحصلش نتيجه غير ايه، لما يكون اللياقه والمعد البدني او التدريبات بالصوره اللي هي يا اما زياده يا اما اقل، فبتحصل اصابات فجاه كده ممكن في التمرين. يعني النهارده عمار حمدي اهو بيجري خلفيه، خلاص طب هتلعب بمين؟ يعني انت يعني فاضل ايه؟ حضرتك بتقول لو استمر مؤشر الاصابات كده هيبقى مشكله. السنه اللي فاتت يا جماعه المفروض من درس السنه اللي فاتت يعني يبقى في يعني يبقى في استفاده من اللي حصل، اللي هو اكتر من 11 اصابه متفرقه لدرجه تلعب بيهم، ودي كانت غريبه جدا على النادي. فالفك يعني عاوز اقول لك اللغز ده متكرر يعني. اللغز ده محتاج ايه؟ محتاج يعني حضرتك هنا بتقول او رايك وتحليلك للموقف ان مؤشر الاصابات وان معظمها في العضله الخلفيه حسب رؤيتك يا استاذ محمود بيقول ان في اما انه في اوفرلود حمل زائد او عدم تجهيز كافي بدني للاعبين. حضرتك عايز مراجعه الامر. لا طب اسالك سؤال، هو كريم ندفت فين؟ ده سنه داخل في سنه في غضروف بامانه شديده والله. يعني انا في حاجات كده غريبه على الاهلي، محتاج انك انت تقف قصادها كده. ازاي غضروف ياخد كل هذا الوقت في حين انديه تانية لعيبه بتاعتها اصيبت بنفس الاصابات ورجعت في خلال مش عاوز اقول فتره يعني يعني استغرقت فترات علاجيه اقل. وده حديث وده كلام ناس يعني الناس عماله تتكلم يعني اهو. يعني اصابه سعد سمين اللي ما صدق مثلا الجهاز الفني انه رجع له حاجه في خط الدفاع تسند عليها، مفاجاه دلوقتي انت عندك ايه؟ رجع امبارح محمود متولي. بعد ايه محمود متولي من امتى؟ من بدايه الموسم، من مباراه السوبر. هو وياسر ابراهيم اتصابوا في مباراه السوبر. يعني مباراه السوبر كانت في شهر 9، النهارده في 12، اخر 12 يعني في حدود 3 شهور ونص اصابه، وبعد كده تجددت تاني. يعني ايه اصابه تتجدد تاني؟ يعني انت برضه يعني اشرح لي. انا احب ادخل في تفاصيل الحاجات دي. لا احب ارجعك كده وطبيعيه. لا اسئله مهمه. لا لا حضرتك اسالك سؤال، حضرتك مش بتتكلم كناقد بس، بتعبر عن راي جماهير كمان يعني. بص يا استاذ محمد، عاوز اقول لك على حاجه. ممكن احنا نطلع نقول كل شيء جميل، كل شيء زي الفل، وكل، لكن هناك لا تستطيع ان تخدع الجمهور. الجمهور واعي وفاهم وشايف، مش هنقدر نضحك عليه. ومن الصالح هو تناول الاخطاء والنقاط السلبيه بتحليل ورؤيه، اتمنى انها تكون محط اهتمام. واعتقد انه كابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الجهاز والمسؤول ان هم لازم يكونوا واخدين بالهم، وفي لجنه التخطيط اكيد الحاجات دي بتبقى واضحه ومتشافه. اذا انت بالفعل بتفكر وبتطمح للبطوله الاهم والاخطر هي دوري ابطال افريقيا بهذا الشكل، انت عندك مشكله. انت عندك مشكله واضحه واساسيه، محتاجه حل، ومحتاجه فعلا شغل، ومحتاجه من الجهاز الفني عمل كبير جدا. حضرتك دلوقتي بتطلب حاجتين، انا عايز اوضح دي عشان تبقى عنوان رئيسي. حضرتك بتقول مطلوب اضافات في بعض المراكز او تعاقدات تكمل مجموعه الاساسي الموجوده. الخط الاساسي حضرتك طلبت في الدفاع وفي انا مثلا الخط الاساسي هو خط الدفاع، تدعيم لخط الدفاع. بص حضرتك قلت بعدها بطالب بدعم الفريق براس حربة. انا عاوز اقول لحضرتك، لم يعد مجال للتجريب. لازم تجيب حد لاعب دولي يعني، لازم تجيب حد يديك الاضافه.
الامر الثاني حضرتك بتطالب بمراجعه الامور الخاصة بالبرامج العلاجية والتأهيلية أو تشخيص أسباب تكرر الإصابات. هو من إمتى وكثرتها؟ طب من إمتى الكلام ده بيتم على إنه الأهلي هيعمل مركز طبي كبير جدا ويجيب ناس من بره وتعمل شغل وتعمل ما دي حاجات مكلفة، لكن ده في صالح العام إنه يبقى عندك حاجة خاصة بيك تحافظ بيها على ما أصبحتش مسألة إن مسألة لا ما دي مسألة كيان هيخدم فريقه الأول وكل عناصره اللي تحت. طب هل ده التوقيت المناسب لمراجعة أمور الإصابات دي؟ لأنه إحنا لسه الحمد لله في مرحلة عندنا فيها البديل. يعني أنا عايز حضرتك تعقب على تصريحات لفايلر بدأنا فيها بها فقرة الأخبار، قال إنه ليس لدينا أي نقص فني في الصفوف ولدينا البديل الكفء ولا نعاني من نقص في الصفوف قبل مواجهة المقصة في الدوري. ده معناه إن لسه الأوراق متاحة أمام الجهاز، فحضرتك عايز دلوقتي نلحق قبل ما الإصابات توصل للمرحلة اللي تمثل خطر على الفريق، صح ولا غلط؟ كامل طبعا مع كامل احترامي ليه يعني معلش. طب لو حصل اصابات لعناصر اساسيه عندك هتدخل مثلا المرحله الجايه، انت عندك ماتشين ثلاث ماتشات في بطوله افريقيا في غايه الصعوبه، مش سهلين. الجيل ده لغايه دلوقتي ما تعودش على الفوز خارج ملعبه بالصوره المطلوبه، يمكن يكون فاز في مباراه لكن هتواجه منافسه شرسه. انت عندك مباراه بلاتينيوم بره والنجم مباراه فاصله هنا على ملعبك، ماشي، رغم انه النجم مش يعني الواو يعني في الكوره وفرقه يعني بانت قدام الهلال، لكن انت عارف طريقه لعبهم هيجوا يعملوا لك ايه هنا، وعندك مباراه مهمه جدا هتبقى مع الهلال في ام درمان. يعني عاوز اقول لك ايه، مساله التقليل من الامر ان انا عندي البديل ان انا هستعين بيه، طب عادي جدا ماشي، هتلعب يعني باي حد ما دام يعني عندك القدره تلعب باي حد وتكسب العب باي حد وتكسب. لكن انت احنا محتاجين في المباريات دي الفريق بقوته الضرب. انا عاوز اقول لحضرتك لا يعني امسك بالتحليل من مباراه النجم، هفوه دفاعيه هدف، في مباراه الهلال سيطره على شوط ثم هفوه دفاعيه وهدف، مباراه بلاتينيوم شوف كم فرصه وكم لعبه ما في يعني ايه الفرقه ما يعني كان ممكن تخطف واحده برضو يبقى في هدف. هتقول لي هقول لك الشناوي، هقول لك في كذا تم تدخل كذا كوره، لكن عاوز اقول لك ايه، فرق من النجم يعني مستوى الهلال في نفس المستوى، بلاتينيوم مستوى قل. طب ما انا اخد بالي من دلوقتي ولو وانا قبل المباريات الاصعب بعد كده لما ادخل في دور الثمانيه، يعني عاوز اقول لك هتقابل فرق هجوميا اشرس افضل من كده وطموحاتها مختلفه. انت راجع شوط اول مباراه الاتحاد، وانا اتكلمت مع حضرتك قبل المباراه واتكلمنا مع بعض وقلت لك مباراه مش هتبقى ايه؟ مباراه مش هتبقى سهله. شوط اولاني كور العرضيه لو انت شفتها كلها، والمشكله كان عامل احمد رفعت في الناحيه اليمين بتاعت النادي الاهلي الشمال بتاعت الاتحاد كان عامل قد ايه، شفت رزاز سي واكتر من 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 كوره، الاوفرات كلها العاليه دايما متاخده منك. طب ده على الصعيد الدوري المحلي لما تواجه صن داونز ثانيه تعمل ايه، ولا وداد ولا الرجاء ولا طب معلش يعني عاوز اقول لك ايه، مش بص حضرتك انا يعني مش بحبط لا، عشان بقول لك الاهلي حاجه كبيره يعني المفروض يكون قدراته الدفاعيه القدرات الدفاعيه للاعيبه هي المشكله. بس انا عايز لحضرتك وجهتين النظر. اللي بيسمع دلوقتي ممكن بعض الناس وهي بتسمع حضرتك تبقى متفقه يعني 50 مليون المية لانهم قلقانين على الفريق، وعشان المباريات الاصعب يبقى الفريق ان احنا بنقيس دايما قوه الاهلي في المواجهات الصعبه مش على الفرق اللي معروف ان الاهلي افضل منها بعناصر وخبرات. فبعض الناس ممكن تبقى عندها نفس القلق اللي حضرتك بتقوله ده، يبقى كلام في محله ومتفقين معاك 100%. بس لازم احط في الحسابات قدام حضرتك الراي الثاني، ان في ناس بتقول هو الاستاذ محمود هنا بيكلمنا عن مباراه كسبنا فيها 4 زي مباراه الاتحاد فوز كبير، فالنهارده هو بينتقد واحنا خارجين من الملعب 4-0 او 4-1 في اي مباراه بنتكلم عليه بفارق كبير. الناس برضو عايزه تقول ان مؤشر الفوز ورا فوز محليا وافريقيا مرضي بالنسبه لهم بعض الاراء. حضرتك شايف ايه او هترد على اصحاب الراي ده ازاي؟ اقول لهم على عيني وعلى راسي 4-0، بس انت بص على عيوبك ماشي كويس جدا انت ماشي، لكن في حاجات بتحصل لك في الطريق وانت ماشي تحط واحده فوق واحده فوق واحده لغايه ممكن تحصل لك مفاجاه انت لازم تقف عند الحاجات دي بقى. الحاجات الصغيره اللي انت ممكن ما تاخدش بالك منها بتعمل زي سرسوب كده الهوا لغايه ما يكبر بعد كده يفرع في وشك. وافتكر سان داونز
ده طلعت من ماتش الاتحاد في اسكندريه 2-0 وعملت اداء اكثر من رائع في ختام المباراه في اخر هدفين في اخر 5 دقائق. هناك حصل اللي حصل وما حدش فاهم حتى هذه اللحظه الخمسه دول جم ازاي، وكان ممكن الخمسه يبقوا اكتر من كده، وهزيمه كبيره جدا لمين؟ لبطل ابطال افريقيا، مش لفرقه عاديه جدا يعني. في الكوره وارد انك تخسر 5 عادي يعني، وناس احسن مننا في الكوره بيخسروا 5 وبرشلونه بيخسر 5 وريال بيخسر 6 وعادي، المسائل بتعدي وده يخسر وده يخسر، لكن انت عندك هدفك يعني، ما ينفعش تكرري نفس الاخطاء اللي حصلت في سنتين وتيجي السنه الثالثه ممكن تفاجئ نفسك بمفاجاه ما انت مش متوقعها. كلام مهم طبعا، وجمهور الاهلي طبعا الجمهور اكيد مش هيتحمل، بيتمنى البطوله الافريقيه. ماشي، انت كسبت قدام الاتحاد 4-0 ماشي، في حاله توفيق في هدف قبل نهايه الشوط الاولاني لاحمد الشيخ، لكن قيم ادائك في الشوط الاولاني برضو يعني، بص على الحاجات اللي راحت عليك وبص على عيوبك انت. ماشي، في لحظه من الذكاء جدا انه في لحظه وانت على القمه تبص لعيوبك واخطائك تصلحها عليها، لكن انت ماشي شايف، وانا يا عم انا كسبت 4-0 الراجل مطلعين، الراجل ده بيقول اي كلام، احنا كسبانين 6. طب ماشي، انت كسبت 6-0 النهارده، بكره هتواجه واحد مش هتعرف تكسبه 6-0، هيعرف يلعب عليك لو خد منك فرصه ولا اتنين، ما خلاص الماتش بالنسبه لك هيبقى مشكله. فانا قصدي اللي احنا بنقوله، احنا بنبص بس بعين تانية خالص المفروض نقولها، واجب علينا ان احنا نقولها وننبه عليها من بدري عشان نصلح من بدري اي مشكلات عشان انت تاخد بالك انك انت هتاخد. النهارده سان داونز كسب شبيبه القبائل في ملعبه، مش كسب شبيبه القبائل في ملعبه وخلاص تصدر قمه المجموعه، مواجهه جايه قدام يعني، الكوره هتبدا من دور الثمانيه، هتبدا من دور الثمانية رايح جاي، منافسه حقيقيه، وبعد كده دور الاربعه، بعد كده المباراه. حضرتك عايز ان احنا كمان نعلى مع كل مرحله من البطوله ادائنا يكون افضل. انت عندك عامل ده كله وجايب الناس دي كلها ودافع كل الاموال الضخمه دي كلها ليه؟ ليه الهدف؟ مسابقه الدوري، مع كامل احترام مسابقه الدوري، انا كراجل يعني كمتابع ويعني وناقد رياضي وبتاع، بالنسبه لجمهور الاهلي لما تيجي تسال بطوله افريقيا اكيد، فدي ايه هتلاقيها لما تيجي تسالها مثلا في مثلا في المنافس بتاعك مثلا الزمالك، يبقى بطوله افريقيا عنده مهم جدا. ها لما تيجي تسالها في اي مكان تاني، الترجي فاز بالبطوله مرتين وعنده طموح انه ياخد الثالثه، خدها بطريقه خدها مش بطريقه، خلاص هو كل واحد بيستخدم اسلحته. لكن انت المساله انك انت، بقول لك بص تابع الفرق الثانيه، شوف الترجي طور جايب ايه على مصر يعني. انا عايز اقف عند بعض التفاصيل الفنيه يا استاذ محمود، كيف تعامل من وجهه نظرك ريني فايلر مع النقص في الصفوف اللي كان موجود من قبل ما تبدا مباراه بلاتينيوم بالامس، او اللي حصل خلال المباراه، كيف تعامل فنيا او كيف ادار المباراه؟ وحضرتك بتقول في احيانا حاجات ممكن تربك حسابات اي جهاز، زي خروج مفاجئ للمساك لسعد سمير واحد من اصحاب الخبرات في الفريق، ثم خروج كارت مهم جدا هجومي زي اجاي، كيف تعامل مع هذا الامر واحنا نبص ازاي لسيناريو نقص بعض الصفوف او بعض العناصر المهمه في هو الفترة. من تصريحاته يا استاذ محمد الراجل يعني ايه الكلمه اللي انت حضرتك بدات بيها وقلت بيها، بيقول لك انا ما عنديش مشكله، عندي اي حد بلعب بيه مع العين والراس، مش مختلف معاه. خدمتك الكوره مع فرقه ما يعني بلاتينيوم مش المنافس القوي القوي، قدرت شوف برضو رحت جايب حسين شحات حطه ناحيه الشمال خلاص ماشي، انت بتنقله من هنا بتحطه في الـ في في في, الـ في الناحيه دي، مصر على انك انت ايه يشوف، ومش عارف ايه مش عارف مش عدلته يعني، ما تعادلش وعمل حاجه غير لما راح ايه اليمين، راح يمين يعني ايه يعني، ده المكان اللي بيجيد فيه، ده المكان اللي بيجيد فيه، انت بتحاول تجربه في الجزئيه دي. في وجهات نظر ممكن تحترمها في المدرب، انه ممكن يعمل لك يكتشف لك لاعب شايفه مثلا كذا فيحطه في الحته الفلانيه فممكن ينجح يعني، مثلا احمد فتحي لعب باك رايت، لعب مساك، لعب باك ليفت، لعب هاف ديفندر اصلا اساسيا لما بدا كان هاف ديفندر، لما بدا كان هاف ديفندر، لكن في قدرات لاعب بيبقى بالنسبه للمدرب ده لاعب الجوكر اللي هو بيقدر يحل له مشاكله في الملعب. هو ريني فايلر هو عنده جراءه، عنده جراءه، بس لازم الجراءه دي في افريقيا تكون بحساب يا زلمه يعني، في الدوري المحلي حاجه ها ماشي،
تقدر يعني انت دوري حلو انت ماشي الحمد لله بصوره كويسه مكسب بيجيب مكسب لسه هتخش على مواجهات ها في الدوري انت راكب لكن لسه عندك مواجهات بعدين عندك مواجهات مع المصري وعندك مواجهات مع بيراميدز وعندك مواجهات مع الزمالك في مباريات قوي في مباراة وده الامر الطبيعي جدا أكيد في الكوره اكيد لكن انا بقول لك ايه في افريقيا والتحكيم الافريقي والحوادث اللي احنا بنقول فيها ها محتاجه انك انت الاستعداد انت كفرقه دلوقتي هدفك تجميع النقاط عشان تصعد احنا مش مختلف لكن تجميع النقاط ده برضو بقول في ثلاث مواجهات صعبين الماتش الجاي ماتش النجم هنا الماتش الجاي بلاتينيوم على ملعب ماشي مهم بص عند ماتش بلاتينيوم ده حط تحتيه متخط الفوز فيه ده اهم من اي حاجه لانه هيرفع رصيدك الى 9 نقاط وربما تحصل مفاجاه ربما مثلا الهلال والنجم يتعادلوا مثلا فكده انت خلاص كده انت طلعت اول مجموعه بقى عندك ماتش النجم في القاهره تحسم ايه يعني ممكن الكره تخدمك بعد كده لما تبدا دور الثمانيه بقى لا دخلت بقى في الجد بقى فاللي احنا بنقوله ان احنا بنقول هو بيتعامل وراجل بيشغل دماغه وبيجرب ده وبيحط هنا عنده ظروف مثلا دلوقتي بيحط اليو ديانج جنب السولية بيقعد قفشة يعني مفاجأة انه قفشة يعني من وجهة نظري لانه طول المباريات اللي فاتت بيلعب بشكل اساسي متألق بشكل ثابت وقعد حسين الشحات وبدأ بشكل كمان جيمة يعني اصابة اديه برضو الحاجات دي مفاجأة بالنسبة له يعني برضو ايه بتمثل له ضغوط يعني بني على قلت حاجة كمان من ضمن حسب بقى اشاراتنا لحوارنا الاسبوع الماضي يا استاذ محمود حضرتك قلت انك اكثر يعني اقتناعا او بتميل اكثر لفكره تثبيت التشكيل اكثر من فكره الروتيشن او تدوير اللاعبين كتير في المباراه ايه تثبيت التشكيل وهدفه ايه خلاص العناصر يعني ايه يعني مثلا ما ينفعش تيجي في خط الدفاع كل ماتش او ماتشين هيتصاب لك فلان فاتنين يلعبوا مع بعض خلاص مش عارفين يحفظوا بعض يعني مثلا او انت مثلا بتبدل وتغير يعني خلي بالك يعني بص عند في يا استاذ محمد في مشكله والله بدون مجامله في مشكله في خط الدفاع مشكله خطيره جدا انا بقول لك اهو لو انت واجهت فرقه فيها مهاجمين يعني يعرفوا طريق المرمى كويس وسرعة جدا جدا هتبقى في مشكله يعني هتبقى انت هتحط نفسك في موقف صعب فاللي انا عاوز اقوله لك تثبيت خط الدفاع ده مهم جدا طب بدايه حل المشكله انا حسأل سؤال تاني على نفس اللي حضرتك بتتكلم عنه بدايه حل المشكله اللي حضرتك بتقول انك شايفها في خط الدفاع هي تثبيت التشكيل خصوصا المدافعين اللي هيلعبوا جنب بعض بصفه دايمه الا في حالات لا قدر الله الاصابه او الايقاف ولا تطوير اداء المجموعه الموجوده حاليا حضرتك شايف ان في مشكله فنيه عايزه انت لازم تشتغل لازم تشتغل على معالجه الاخطاء يعني انت يعني ايه التنظيم الدفاعي الجيد يعني انت ممكن تعالج حاجات بانه اللعيب بتاعك تطور اداؤه يعني بيعرف يتحرك ازاي بيعرف يقف ازاي ما المشكله ممكن يبقى عندك عبقري بس مش عارف يقف يعني ايه هرجعك ليفربول بعد فان دايك والناس اللي جت وليفربول قبلهم يعني بص انا بقول لك اهو كان اي حد بيعرف يجيب جول ويخلص دلوقتي بقى صعب ده هي بعد فان دايك مش بعد فان دايك بالذات يعني بص هي بنفس الفرقه دي من غير فان دايك انا بكلمك اهو ليه بقى في اسطه واقف بيكلم اللي معاه يعني بيكلم الناس اللي معاه وبيتحرك ازاي بيعرف يقطع الكره بهدوء انت محتاج حد سريع وحد قوي حد باربع عيون زي ما انا محتاج في مهاجم لكن انا بقول لك اهو الاساسي هنا قدام تقدر تحلها عندك 50 واحد يعرفوا خلاص ويجيبوا جوال بشغلك بالتركيبات الهجوميه اللي هتعملها يعني ايه بيبقى عندك مستك بضغطك بتدوير كورتك السريعه بالتسديد من بره بالكرات الثابته لازم يبقى عندك حاجه انت يعني هنا تفجل. حضرتك بتطالب او بتقول ان ضروري جدا فنيا تطوير اداء المدافعين خط الدفاع جداً كله جدا ده لازم يبقى لهم تدريبات في نفس الوقت اننا نوصل لان هم في اتنين مساكين بنسبه 99% بيبداوا 100% خلاص. الناس دي مع بعض بتلعب مع بعض حفظ بعض خط الدفاع الرباعي كله ازاي كله بيتحرك لكن انت ايه يعني شوف انت اصابه رامي ربيع ثم رجع طب ما حتى لما رجع امبارح خلينا نفكر بعين الجهاز طب ما حتى لما رجع امبارح رامي ربيع تحسه لسه ايه يعني ايه
عارف انت اللي تاخد كده ايه يعني، ما عشان كمان عانى فتره طويله ما نعاد ما بكلمك يعني، فاكيد مع اي شكوى بيبقى قلقان جدا تكرر اصابته لا قدر الله اللي هي عطلته، وهو كفاءه باجماع الاراء يعني. طيب استاذ محمود خلينا نبص الامور بعين الجهاز الفني برضه، لو حضرتك مكان اي واحد من المسؤولين، مدير الكوره، مسؤولين في الجانب الفني يعني، المدير الفني، مدير الكوره، الجهاز المعاون، هتعمل ايه؟ وكل يوم بيتصاب لك حد يعني، بتلاقي الباك ده مصاب، ده رجع لي ده جاهز، ده النهارده راجع واحد خبره كبيره زي سعد سمير اتصاب في تاني مباراه بيشارك فيها، يعمل ايه؟ مش ده هيفرض عليك تغيير عشان بس ما نكونش بنظلم او بنتحمل على الجهاز الفني؟ هيحلها ازاي لو ما غيرش في اللاعبين؟ احنا هنا مش دورنا لا بنتهم الجهاز الفني ماشي، ولا دورنا بنهاجم احنا الهجوم ده حاجه تانية، لما يبقى عندك حاجه حضرتك عايز نقطة إيه؟ عشان تطوير الفريق لا انا احنا بنتكلم على حاجه بنظره بايجابيه. الجهاز الفني في ظروف صعبه، اصابات مفاجاه، بيتعامل مع المعطيات الظروف. خلانا سالنا السؤال ايه اسباب الاصابات المتكرره؟ صحيح. وفي العضله الخلفيه ليه؟ محتاجه برضو دي اجابه، محتاجه يعني ايه؟ تفسير برضو يعني. وما واحنا قلنا الاصابات دي قضاء وقدر. يعني ممكن فجاه كده زي ما محمود متولي في ماتش السوبر في اول 6-7 دقائق عمل سبرنت خلفيه وخرج. وياسر ابراهيم عمل في الشوط الثاني ما استحملش الضغط، خد واحده خلاص وخرج، يعني دي حاجات ايه؟ وانت كنت راكب الماتش ومسيطر، كان ممكن تعمل نتيجه كبيره، لكن هي دي الكوره. وبعدين حصل ايه؟ انا كده حاول يعالج ما عرفش، جه فيك هدفين من ضربتين جزاء. ها؟ ضربتين جزاء استخدم فيهم الذكاء اللي هو يعني ايه؟ خطا متكرر من الشناوي بعض الاحيان بيعمله، خروج غير مبرر في اكثر من لقطه ومفروض يتقال، ويعني ايه؟ وفي احصائيه. يعني ايه؟ 1 2 3 4 يعني بتطلع ليه؟ واحدة التانية بالشريع عرف ياخدها من حمدي فتحي لبسه زي ما احنا بنقول، لانه مش دور حمدي فتحي يبقى موجود في الدايرة دي، ده اللي احنا بنقول عليه معطيات المركز. لكن في الكورة الحديثة، في الكورة الحديثة ما فيش دول ثابتين في الحتة الفلانية وهنلعب وحدنا، واحنا لما تجينا الكورة يا عم يبقى نهاجم، لا ما فيش الكلام ده خلاص. انت بتشوف صلاح ورا هناك وبتشوف ماني عند منطقة بدافع. يعني عاوز اقول لك ايه، انت مش نازل مباراه بتتفسح، لا انت بتلعب لفريق بطل، فريق كبير جدا عنده طموحات وعنده اهداف خلاص. وده لا وده يعني وجايب جهاز فني على مستوى كبير ومستوى عالي، وعندك عندك شغل عاوز تعمله. فانا عايز اقوله لك انه الاصرار على مزيد من التعب، الاصرار على مزيد من ايه، من تصويب الاخطاء، الاصرار على انه خط الدفاع يبقى فيه شغل اكتر، لا الاثنين الارتكاز بتوع نص ملعب بيبقى هم خلي بالك بوابه خط الدفاع، اذا ما كانوش على درجه عاليه جدا فانهم قادرين على افساد التمريرات القاتله والهجمات المرتده السريعه للمنافسين، تبقى في عندك مشكله. ارجع بقى من ايام بقى مسمار الاهلي حسام عاشور وشوف اتعلم ازاي كان بيفسد الهجمات بصوره ذكيه جدا بقدرات عاليه جدا، ليه؟ كان يمتلك قوه وصلابه وجراءه، ويعني عاوز اقول لك واندفاع، بص حاجات كده. ده جه ايه؟ جه من كتر الشغل، دور الجهاز الفني، دور الجهاز المعاون، المباريات بتصوب الاخطاء. يعني عاوز اقول لك ايه؟ في، لكن هو الملاحظ انه في سوء حظ في مساله تكرار الاصابات مع فريق النادي الاهلي. طيب دي عامله الناس ربكه ومش شديد. مفهومه يعني ايه ايه الحكايه ايه يعني يعني حضرتك بتقول ان ده عامل لود على الجهاز الفني؟ عامل لود طبعا، ما انا بقول لك كبير فني عليه عشان هو هيكره يبقى عنده فرقته جاهزه طبعا. لكن دي طبعا بقول لك ايه، الفريق يبقى جاهز. بقول لك ايه، ده محتاج يعني ايه، يعني يتقال ايه الحكايه، مش يعني مش ايه الحكايه يعني التقال. والله يا والله يا جمهور، هرجع لك اخد رايك، والله يا جمهور يعني احنا اكتشفنا كذا كذا، لا انت تقول ايه الحكايه، ايه تعالج الموضوع ده ازاي؟ تبص طبعا على موضوع نسبه الاخطاء وانها تبقى في اقل حاله ممكنه او نسبه ممكنه عند لاعب الكوره، بفكرني بس حضرتك خلال الحوار لاني عايز اخد راي حضرتك في حاجه كان حكاها في البيوجرافي او السيره الذاتيه بتاعته اللاعب من لاعبي البريمير ليج او الدوري الانجليزي بيلعب ما زال حاليا رغم ان سنه كبير وانا مش متذكر الاسم، بس هيكون معانا الحلقه الجايه الاسم، بس هقول لحضرتك قال ايه في مذكراته يعني الايام اللي فاتت. لانه قال حاجه عن نسبه الاخطاء في الكوره مش معقوله يعني. قال لما راح خلينا نتكلم بس شويه عن اللاعبين واجادتهم في النادي الاهلي وبعدين ننتقل للملف الثاني. وليد ازارو بلغه الكوره كان مكنه اجوان من سنتين، الناس النهارده بتنتقده وبتهاجمه
في ناس تانية عندها ثقة كاملة في إمكانياته إنه قوي جدا، هجام سريع، بيلتحم، بيربك المدافعين وبيقدر ياخد منهم الكرة، بيستحوذ عليها، بيقدر يتحرك كتير في الملعب، حركته دؤوبة جدا وأهدافه كثيرة لو كان في حالته العادية. ايه مشكلة وليد ازارو فنيا؟ وده شغل عند اللاعب نفسه مطلوب منه يعمله، يشتغل على نفسه، ولا مطلوب الجهاز الفني يعدل من الامور؟ ما اعرفش، انا شاعر انه عنده مشوش كده، حاسس ان عنده عقله مشوش كده، مش مركز يعني. لاحظت حاجه انت في الماتش بعد ما ضيع الكره؟ شفت ريني فايلر عمل ايه؟ شفته راح كلم مين؟ راح لصدى وحيزه بيكلمه وبيتناقش معاه. يعني لو جبت الكاميرا في الملعب هتشوف الراجل رايح يكلمه ويقول له ده، يعني بلساننا احنا فايلر كان بيقول ايه؟ ما اعرف يعني، مش عارف يقول، مش عارف يعني، حطيت ايديا في الشق منك من اللي انت بتعمله فينا، لانه حاجه غريبه جدا لازارو مش مفهومه لجمهور الاهلي. ايه كميه اهدار الفرص الغريبه دي؟ انت اللي عملته السنه اللي فاتت ها والسنه اللي قبليها، شوفوا يؤكد قدراته انه مهاجم مميز جدا، يعني يجيب جوان صعبه يعني وجوان كتير. هل انت منتظر حاجه؟ ما برضه حد يجيبه يا جماعه يقعد معاه، يعني مش بطالب انه يمشي، لا ما فيش حاجه اسمها يمشي، خلاص ده دخلت في قيمتك كفريق دلوقتي، بعدين الكلام ده تقول لي اصل همشيه وادور له على اعاره، ومين اعارتي؟ طب هل تفتكر حضرتك انه ما بيحصلش جلسات بينه وبين كابتن سيد عبد الحفيظ؟ اكيد بيحصل، لكن انا عاوز افهم يعني، هل هو منتظر مثلا، هل حد وعده مثلا، مديله وعد ان احنا نجيب لك، هل حد بقول له ما تلعبش مثلا؟ يعني ما حاجه تجنن برضه، يعني الناس بتتفرج على الماتش وضربه اخماس فزاعه على، يعني مش اول مره دي، في حاجات اسهل من كده. ده في واحده قبليها وهو منفرد ها وعب بيعمل اسيست، عمل اسيست خايب، يعني ايه يعني؟ ما تبقاش كده يعني، انت مش عايز، انت مش راضي تروح بيها، يعني هي بتاعتك اقرب لك انك انت تروح بيها، انت حبيت تريح نفسك فحبيت تمررها اتقطعت. فلا لا، طب يعني ايه المطلوب؟ مطلوب انك انت تقعد. الحكايه محيره قوي، اما انا بكلمك واحد يعني مهاجم زي ازارو، ما هو المباراه اللي قبلها جايب جونين، عامل شغل كويس، المباريات اللي فاتت لما بدا يشارك فيها بيجيب جوان في المباريات اللي بيشارك فيها كلها، فده مؤشر ان اللاعب عايز يرجع بقوه وعايز يبقى اضافه في الملعب لخط هجوم الاهلي، وحريص انه يحرز اهداف وهو من الهدافين لما بينزل الملعب. فبرضه في تناقض بين الحاله دي ودي، والراجل مديله اساسي وسابه في الملعب. في ناس تقول طب لو الفرصه دي خدها حد تاني هيبقى الوضع ايه؟ يعني الفرصه دي خدها صلاح محسن اللي الناس ما شافتوش اصلا في مع الاهلي حتى الان، يعني لو خدها، طب ما حاول ادي صلاح محسن في الدوري شويه بشوف. على فكره الاهلي يعني بالنسبه لخط الهجوم، يعني التفكير دلوقتي كل الكلام بيتقال والمعلومات اللي صادره انه خلاص في مهاجم في يناير، والدوري المصري لما تيجي تحسبها وتمسك ايدك وتعد على صوابع، هو في مهاجمين في الدوري المصري دلوقتي؟ الفراوده معظمهم مش مصريين. مش مصريين، ما انا بقول لك اهو، ما انا بقول لك ده المشكله. الوحيد دلوقتي اللي يمكن مهاجم مصري يبقى منتخب مصر هو يمكن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك والمنتخب الاولمبي، هو ده ممكن ايه تحط كده. هل النادي الاهلي مش مطالب، مش خلي بالك مش دور لجنه التخطيط دلوقتي، لجنه التخطيط لسه، لكن قبل كده مش مهاجم، مش مطالب في ظل الظروف دي قطاع الناشئين ها والتدوير والبحث انه تبقى الحاجات دي مناطق اهتمام؟ يعني المفروض تبقى الحاجات دي من امبارح مناطق اهتمام، ازاي ادور على راس حربه في قطاعات الناشئين؟ في قطاعات الناشئين طبعا، اجيب حد 18 و20 سنه بس، يعني ادي فرصه ها في ظل كمان تكرار اصابات مروان محسن كمان. يعني مروان محسن ها لو في حالته شويه انا شايفه من وجهه نظري احسن من ازار، يعني رغم التاني بياخد فرص وبياخد مواقف غريبه جدا، لكن بيضيع حاجات، ما تضيعش حاجات فيها نوع من الاستهتار، بيضيع مجهود فرقه، بيضيع مجهود عمل، بيضيع مجهود جهاز فني، ما ده برضه في الحاجات دي. يعني حضرتك قلت مطلوب دايما العين بتبقى اكتر تركيز على اللاعب المحترف، اللاعب اللي جاي من خارج مصر، المفروض ان انا جايبه هو افضل من اللاعب المحلي، فهو اضافه يعني، يعني جاي يجيب الصعب. لا لازم هو ايه اللي بيبقى الفوكس عليه؟ لما تجيب حد، لما تجيب لي مهاجم، هجيب مهاجم هيبقى دراسه بالنسبه لك وانت بتجيبه، ايه الفرق بينه وبين اللي عندي؟ ايه الفرق؟ انه في بيجيب واحده من ربع فرصه، قافله معاكم مزنوقه مع فرقه جامده، بيخطف واحده
بيعملها بصعوبه انت ما تتوقعهاش. تفتكر يا استاذ محمود ممكن نوصل لان فايلر وجهازه المعاون يحقق عمليه الروتيشن دي في مركز راس الحربه؟ يعني ممكن يطور الاداء فنشوف انه صلاح محسن ومروان وازارو موجودين والتلاتة هدافين والتلاتة بينزلوا الملعب واي اتنين من التلاتة او اي واحد منهم بيبدا مباراه بيبقى افكتيف او مؤثر في الملعب؟ عارف انا حاسس الراجل ده بيعمل ايه؟ هو طبعا جه والفرقه خلاص الوقت ما عادش فيه. اعتقد هو بيشوف كده خلاص، هو خلاص قارب على انه شاف الكل يعني. يعني ايه جربت الكل، انا دلوقتي بدي الى ناس معينه لسه يمكن ما خدتش. فهل هو في تفكيره انه بعد كده هيبقى في شكل وهيقف عنه، ولا هيقعد كل مباراه ها يعمل لها الطبخه بتاعتها وتوليفه ويروح راميها في الملعب؟ طبعا يعني حاجة بتتمنى الاولى. ها انا اتمنى ان يبقى عندك شكل ثابت للفريق. لا يبقى عندك ايه في ثبات تشكيله وفي تطوير للشغل جوه الملعب. التطوير اللي هو اللعب السريع والباص القصير والتحركات اللعيبه وما تعرفش مين جاي لك من فين، ده الاخطر والاهم. دي الحاجات اللي انت اللي فرقه الاهلي افتقدتها في اخر في اخر سنتين، اللي هي كان من ابسط حاجه. مره فرقه الاهلي وصلت لمرحله انه كان صعب جدا تاخد منها الكوره، مش هنا مش على الصعيد المحلي بس، على الصعيد الافريقي كان في امتلاك وتدوير للعبه وتحركات وحاجات كانت بتبقى اكثر من رائعه. دلوقتي انت مطالب بشخصيه البطل داخل الملعب بانه يبقى في شغل بيتعمل. مين اللي بيعمله انا ما يهمنيش، اهم حاجه في حاجه بتتقال الناس شايفاها انه ده شغل. ولذلك لما جه حصل مثلا في مباراه السوبر والناس اتفاجئت بالشكل العمل بالشكل اللي اتعمل، فناس كتير قاعده هو ده الناس كلها رايحه الماتش وعارفه ان الاهلي خسران المباراه، مدرب جديد، ناس كتير جدا كان عندها اساس انه طبعا الزمالك كان واخد الكاس معنويات مرتفعه وخلاص الدنيا، او قبل الكاس على ما اعتقد، لكن معنويات كانت مختلفه خالص. فالناس اتفاجئت بعد مرور ربع ساعه الاهلي مسيطر تماما، الاهلي مسيطر بيلعب كوره. انا اختلف معاك في موضوع الناس كلها تقول الاهلي يخسر قبل المباراه. طول عمرنا بنلعب مباريات المباريات القمه والدربيات والحاجات القويه مع المنافسين الاقوياء، والاهلي داخل عنده ثقه في نفسه. حتى الفترات اللي زي ما حضرتك بتقول بيبقى مثلا مؤشر المنافس افضل شويه، بيدخل الاهلي المباراه بقوه، واحيانا نلاقي المنافس هايب الاهلي في بدايه المباراه وهو اللي قلقان شويه وهو اللي منكمش على مرماه. يعني الاهلي ما بيدخلش. فاللي احنا عاوز اقول لك اتمنى ان يكون هو في دماغه ان هو شاف كل قدرات الناس دي وفي الاخر يحط ايده على 11 عنصر خلاص بتاعهم. في بقى بيبقى مرحله بناء وبعد كده تبقى النقله بقى. طب لو كنا النقله اللي هي النقله اللي هي المهمه يا استاذ محمد، اللي هي ايه؟ اللي هي الشخصيه بس. الشخصيه ازاي اوصل بالمجموعه الثابته دي لافضل اداء؟ بمعنى ايه؟ معلش انا عاوزك تتفرج على فرقه مزيم، شوف 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 الثقه في نقل الكره وتبادل الكرات القصيره، وشوف شوف ازاي اللعب حافظين بعض الدرجه. شوف حافظ، لا لا شوف الهدوء والثقه في الامكانيات والقدرات. وصل كل العناصر بتاعه مازين بلعبة دوليين على فكره، يا في الكونغو غالبية طبعا محترفين من بره، يعني جايب هو كل عناصر واغلبها من بره من المنطقه اللي حواليه يعني خلاص. لكن شوف انت طريقه اللعب، في ثقه، في هدف، فاوصل اجيب جول بطريقتي، يعني هدخل بالكره جول. انت بتساير على نفس، لازم تسير على نفس، مش طريق مزين بين نفس، انك انت عندك ثقه هيجي فيها جول، هيجي في اثنين هجيبهم. يعني ايه؟ طيب. عندك امكانياتك قدراتك اللي هي ايه؟ طيب في حاجتين انا عشان اقدر اعمل قياس على مستوى او طريقه اداء مازيمبي، اللي انا متفق مع حضرتك تماما ان الفريق رائع وصعب جدا يخسر على ملعبه، بقى له شكل وشخصيه واداء ثابت، بس لازم يكون عندي ستاتستكس او احصائيات عن الفريق ده. تشكيله اتغير بنسبه قد ايه؟ اتصاب منه كم واحد في 3-4 سنين اللي فاتوا، ولا تشكيله ثابت ومتاح عند الجهاز الفني؟ صح عشان نبقى بنقارن مقارنه غير ظالمه. تاني حاجه، لو كان الاهلي بدا زي ما حضرتك بتقول مثلا بدايه الموسم ب 10 11 لاعب نجوم ثابتين في الملعب وبيغير تغييرين، وفجاه اتصاب من العشرة دول في نفس الوقت، اجاي وليد مروان محسن رمضان صبحي حمدي فتحي والبقيه تاتي، في بقى محمود متولي او ياسر ابراهيم، بنتكلم ان انا بظروف الاهلي لو بدانا الموسم ومفيش روتيشن اتصاب مني 50% من قوتي من 10 لعيبه، خلي حارس المرمى بره للعدد دلوقتي، هنعمل ايه؟ سؤال صعب بقى. انا يعني ايه ده سؤال على رد على ثبات التشكيل صح؟
على انه يبقى عندك ثبات تشكيل. عمر الكلام ده ما يحصل انك انت عشان ثبات التشكيل هيصاب عندك 6-7 عناصر اساسيه في مره واحده كده يقعوا، يعني من الا اذا كان في خطا في ال هو ده وارد عندنا احنا عندنا الحاله دي يبقى في خطا في البتاع. انا حضرتك يعني وجهه نظري وبرضه بقول وجهه يعني نظري انا مقتنع بيها وممكن تكون خطا وممكن تكون صواب لكن مقتنع بيها، انه لما يبقى عندك الهيكل بتاع الفريق ثابت يبقى انت وانت مغمض عينيك كده عارف ايه اللي هيحصل. هتقول لي ممكن يحفظ، ما فيش حاجه اسمها يحفظه. طب كانوا حفظوا مانويل جوزيه، صحيح صح ولا مش صح؟ صحيح. وتشكيل جوزيه كان بيغير ايه؟ لا ده كان هم تغييرين او ثلاثه على الفرقه اللي في الملعب الا في حالات الاضطرار والاصابات او الايقافات بس. صح ال 11 اللي بيبداوا الجون و10 لعيبه، وبنتكلم في تغيير بقى فلافيو متعب، بنتكلم في هنا نزل يعني تغييره مره بس في الباك ليفت في الباك رايت في نص الملعب. نص الملعب في تغيير في نص الملعب؟ لا طبعا بنتكلم في اثنين هاف ديفندرز. لو سلام كنا في فتره كان حسن مصطفى ومحمد شوقي، في يعني حسام عاشور ومحمد شوقي كانوا ثابتين في الملعب، يعني دايما الدويتو هذه كانت ثابته. اللي انا عايز اقوله وجهه نظري ايه؟ انك انت يبقى عندك شكلك وخلاص لعيبتك حافظين بعض، لكن انت دلوقتي مثلا امبارح في يعني في بلاتينيوم شفت اخطاء الباص قد ايه؟ ده ما يخليكش تقول وتقف وتفكر فرقه زي دي كبيره محترفين خطا في الباص، خطا في التحرك، عدم الربط، يعني اجيب له اجيب له اللي انا بقى نفسي اوصله لحضرتك ان انا موافقك تماما كمشجع للنادي الاهلي. انا بس بحاول احط نفسي مكان كل الناس اللي تتفرج يا فندم. انا مش اللي رايهم حضرتك، اللي رايهم اقصى الاتفاق معاك او اقصى الاختلاف معاك. يا اسال يعني نجيب مثلا الراجل، يعني هنقارن بالراجل متصدر الدوري الانجليزي، ايه التغييرات اللي في الفرقه يا رشيد؟ لا خلاص دلوقتي بيلعبوا بتشكيل ثابت. لا انا بسالك اهو، ايه التغييرات اللي في الفرقه بتتغير كل مباراه؟ وناس بيلعبوا النهارده مثلا ثلاث مباريات في اسبوع، اللي هي البوكسنج دي اللي بيعملوها في اخر حاجه ميزه للدوري الانجليزي على طول عشان ايه؟ يخش على اعياد الكريسماس. ماشي وناس واقفه على الارض وفي اجهاد واضح، وهو اتكلم على الاجهاد، احنا بنعمل حاجات عشان نجدد ومش عارف مين. لكن هل انت بتشوف مثلا مريح فلان وفلان وفلان ونزل فلان؟ مريح الكلام ده بيحصل مثلا في بطولات اللي هي مثلا بطوله الكاس، البطولات الاقل، البطولات الاقل. لكن عندك الهدف الاساسي بتاعك تشكيلك ثابت يا فندم. ليه؟ من الصالح عشان انت هتواجه منافسه قويه. شوف النهارده ماتش النهارده كان عامل ايه؟ يعني ماتش صعب جدا عليه، وكان المكسب بالنسبه له النهارده خلى الفارق مع المان يونايتد المان سيتي 17 نقطه، ومع اللي تحتيه لسه سيتي اعتقد مع نفس المنافس. انا هو كسب وولفرهامبتون وهم كسبوا سيتي اعتقد ماشي الفارق 15 او 14. طب خليني اللي انا عاوز اقوله، احنا يعني عاوز اقول لك ايه، وجهه نظر وتحترم. انا ما مش باخد بس انا طيب لما ان شاء الله ترجع الناس دي كلها من مرحله الشفاء يعني والاستشفاء والتعافي ويرجعوا، ممكن ما انا بقول لك ممكن يكون عنده ما شافش الناس دي بصوره قدامه في الملعب لما جه استلم الفريق. ها ما كانش عنده وقت، ده خلاص ده جه بعد بكره يا عم تلعب مع المنافس بتاعي، خلاص العب على السوبر، فخلاص فلعب فالناس اتفاجئت فخد الثقه فالناس حبته. ما دام حبك الجمهور خلاص انت دخلت يعني حضرتك نفسك الروتيشن ده يبقى مؤقت، يبقى مرحله تنتهي الى ان التشكيل يتم ثباته خلاص، يتثبت التشكيل ويبقى انت شايف انت كمدير فني راجل ودي شغلانتك وعلى عيننا وعلى راسنا، شايف ان اللي انت بتعمله صح خلاص وبتكسب وماشي معاك ماشي مش مشكله، يا رب على طول تكمل. بس احنا بقول لك ايه، خلي بالك افريقيا غير ايه؟ غير الدوري. طيب انا هختتم مع حضرتك بالامر اللي كنا اشرنا اليه، انه في لاعب انجليزي، انا بس الحلقه الجايه لازم هفكر الساده المشاهدين باسمه، هو بيحكي في مذكراته انه كان بيلعب في دوري في فتره في القسم الثاني، قال في القسم الثاني مش في البريمير ليج، في الدوري اللي هو به في انجلترا. قال ان الفرقه الامكانيات الماليه للاعبين ان احنا في المرحله دي بنلعب عشان نعيش، عشان ناكل، مش عشان نعمل مدخرات ونعيش كويس. فعندهم الكوره بعضهم، كنت في فتره انا بلعب فيها في فريق درجه تانية، في غلطه صريحه في ماتش ما عملتهاش، ما اداش الكوره اللعيب كان منفرد وممكن يجيب جون او ما بصاش الكوره، فاللعيب بيقول له الماتش شغال انت ما بصيتليش الكوره ليه او ما بصيتش الكوره ليه لفلان. قال فانا ما كنتش طايق نفسي ان انا غلطت، فرديت على اللعيب بعدم اهتمام، قال له كلمه يعني معناها يعني مالكش دعوه، يعني يطلع من نافوخ يعني.
قال بعد الماتش اللعيب ده جري ورايا والجهاز الفني قعد حوالي نص ساعه يحاول يفصل بينه وبيني هو وباقي اللعيبه لدرجه دخلوني اوضه وقفلوا ان قالوا له هو كان ساير فعلا كان ممكن ياذيك. دي بالنسبه له الكوره هي مصدر رزقه، فمعنى انك ترد كده مش تقول له انا اسف غلطت انك مش مهتم قال دي حاجه حقيقه وموت. فوصل انه بيحكي ان في لعيبه ما تحتملش غلطه متعمده من لعيب او انه يبقى مش مهتم انا غلطت يعني ما مش بيعمل ايه حضرتك انه ما يغلطش ويقول للعيبه ما تكونش قال شوف قال لك ايه عشان نعمل ايه عشان نعيش عشان انت تقدر النعمه اللي مديها لك ربنا انك انت بتلعب في النادي الاهلي والاهلي مش بيخليك تمد ايدك والاهلي بيجيب لك حقوقك لغايه عندك ممكن ناس كتير ما تعرفش حاجه في ناس لعبت وانا شاهد على هذا على التاريخ في الاهلي في ناس لعبت في الاهلي ومشت في الاهلي وكان لها مستحقات وكان الاهلي بيدوروا عليهم ويجيبوهم عشان يدوهم حقهم انت بتلعب في مكان ناس كتير جدا تتمنى انها تلعب فيه ولازم تدي الجمهور ده اللي هو بيروح وراك ويمشي وراك وبيسندك والناس دي كلها لازم تموت نفسك في الملعب لانه دي شغلتك انت مش نازل تتفسح انا مش جايبك ودافع فيك الملايين دي كلها يا فلان يا اي حد يا فلان يعني. يا فلان عشان تيجي تضيع لي فرصه واتنين وتقول لي اصل انا مزاجي مش رايق النهارده اصل انا مش عارف مالي لا انت مفيش حاجه اسمها مالك لا انت تتحاسب لا تتحاسب لانه مستقبل نادي وهدفه انه يرجع لبطوله مهمه جدا بالنسبه له وغياب عنها لا ما فيهاش استهتار فاعتقد انه يعني في حاجات اكيد كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى له فيها موقف واكيد لجنه التحضير بقى لها فيها موقف ويعني المشوار صعب والاهلي وجهازه الفني ولعبته ادوا قدود كمان ويقدروا يعملوا باذن الله ده الكلام ده باذن الله تعالى من خلال الثقه من خلال قلب ميت باذن الله نشوف الروح افضل والاداء افضل والتركيز اكتر واستغلال الفرص وعلاج القصور اللي اشار له الاستاذ محمود صبري اكيد الاكثر درايه فنيا ومدير الكوره والمدير الفني ريني فايلر وسيد عبد الحفيظ قادرين على وضع النقاط على الحروف ولفت نظر اللاعبين او تطوير ادائهم خاصه في الشق الدفاعي اللي ضفنا الكريم بيقول ان في مشكلات فنيه محتاجه تطوير وامنياته بانه يصل لمرحله فيها درجه كبيره او نسبه اكبر من ثبات التشكيل لكن زي ما قلنا لحضراتكم الكل متابع والكل يعلم تأثير الإصابات والغيابات المستمرة وإنها دايما بترجع حسابات أي جهاز فني إنه بالتالي لازم يقدر يمانوفر أو يلاقي البدائل ويقدر يتعامل معها بشكل ذكي وفي مرونة في الاختيارات لتعويض الغيابات وزي ما قال ريني فايلر هو على ثقة إن قدرات المجموعة الموجودة قادرة على تعويض غياب أي لاعب إن شاء الله الأداء يستمر والفوز يستمر وتطوير الأداء يستمر في المباريات الجاية ويكون الفوز حليف النادي الأهلي مساء الأربعاء المقبل أمام مصر المقص بشكر حضرتك وانا عارف ان انا متعب شويه اجهدتك شويه بالاسئله في حاجات كتير بس بنحاول دايما حضرتك تجاوب على تساؤلات كل وجهات النظر ونحترم الجمهور واحنا لازم نحترم الجمهور لانه الجمهور هو رقم واحد اكيد وعين الجمهور الاهلي باجماع الاراء على البطوله الافريقيه وعشان كده بنطالب اللاعبين ببذل جهد اكبر وتركيز اكبر ان شاء الله في الفتره الجايه على المستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي بشكر حضرتك الناقد الرياضي البارز الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي في الاهرام شكرا جزيلا شكرا كل سنه وحضرتك طيب سعيد وان شاء الله يا رب يكون عام سعيد عليك وعلى علينا جميعا باذن الله تعالى وعلى النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بشكر حضراتكم على المتابعه كل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله يكون عام 2020 افضل من سابقه على مصر والمصريين وعلى الامه العربيه والاسلاميه ان شاء الله وبشكل خاص على النادي الاهلي والاهلاويه وجمهور واعضاء النادي الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر على النادي الاهلي انه يحقق ان شاء الله ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يشهد في هذا العام تحقيق نجاحات اكبر للنادي الاهلي على كل المستويات ان شاء الله رياضيا وخدميا واستثماريا وتسويقيا وماليا باذن الله نجاحات اكبر للنادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي في كل مكان في عام 2020 كل سنه وحضراتكم طيبين والى اللقاء.